كل ما تجول في بلادي نزيد نأمن ونتأكد ونتيقن أنه فعلا بلدنا قارة بالتنوع اللي فيها وعندنا قوة سياحية أضعفتها أسباب عديدة، ولعل أهمها هو عدم الاستثمار فيها. اليوم في الحلقة الثالثة من سلسلتنا راح نجاوب على سؤالنا علاش الجزائر قارة ولكن بطريقة مختلفة. كملوا الفيديو إلى الآخر لأنه مهم جدا في تطوير سياحتنا، والمسؤولية هذه المرة راح نحطها على عاتقكم باش تنشروا الفيديو ونساهموا مع بعض في التعريف ببلادنا قارة. وما تنسوش الهاشتاغ الجزائر قارة. بعد ما اكتشفنا في الحلقة السابقة جبال الكور، واحد من أجمل الأماكن والجبال في الجزائر، فتنة من فتن الطبيعة سبحان الخالق. تمنيت أنه لو يستثمر في هذا المكان بشكل أفضل وأحسن في المستقبل، لما لا فنادق مثل الموجودين في علا بالسعودية أو الأردن، وكأنك في فندق في المريخ. اسمع عبد الله، كنت زيد كمل منا تتودر. وباش نأكد لكم باللي الجزائر قارة وفيها أماكن مازال ما اكتشفناهاش، ما زال مخفية عن أعيننا. مشينا في أصعب وأخطر طرق في الصحراء، طريق الرابط بين البنود، ولاية البيض وتيميمون، يمتد لـ 400 كيلومتر، خالي من كل أشكال الحياة، لا محطات بنزين ولا شبكات هاتف، وفيه نقاط سوداء كثيرة بسبب المنعرجات التي تغطيها الكتبان الرملية أحياناً. يوجد في أكبر منطقة تتوسطها العروق والكتبان الرملية، وهو الطريق الوحيد المختصر الذي يخترق العرق الجنوبي الغربي للبلاد. أكملنا دربنا اكتشاف مكان قل ما يذهب الناس إليه ولم يصور فيه كثيرا من قبل، يقال عليه أبناء المدينة أنه أجمل من جبال الكور. ولما وصلنا لهذا المكان فعلا كان اكتشاف الرحلة، ملك سليمان. جبال وسلاسل تمتد لمد البصر، أماكن عذراء مثل هذه مهجورة سياحية، محرومون من الاستمتاع بلذة النظر والتأمل فيها لأسباب عديدة، ومن أهمها عدم الاستثمار فيها. حقا بلادنا تخفي كنوز كثيرة. عبد الله، شما هادو الحجر هكا ماشيين حتى له كاع حتى هذا كيما هذه سلسله واحده سلسله واحده. اوه ما شاء الله، ماشي حتى للبلاصه يقول لها ملك سليمان. ملك سليمان حتى تروح الملك سليمان كيما هاك، هي شفر كيما تطوطي كيما تاع. سبحان الله، تقريبا واحد 20 كيلومتر. 20 كيلومتر اسمها بلاصه عظيمه، انا يشبهوها للكور لكن ما عطيناش حقها، هذه ما تشبهش كاع للكور. كنا محظوظين لانه في وسط الرحله حكمتنا عاصفه اللي عطات للجو جو مريخي. تكونوا تمشوا تجي عاصفة كيما هاك ما تولي تشوف والو، حاجة عادية ولا صعيب شوية؟ ولا هي نقرا قال بالماتريال على جنب الموتور ولا ذا. صحا ولا باش نقال صحا. عندنا شوية مأونة. الماء كاين، البومبية كاينة، البومبية الحماية كلش كاين. يس والمكان جماعة هذا اسمه ملك سليمان. على سموه ملك سليمان لأنه كاين واحد القصر سمي نسبة إلى سليمان في ما نقولوش في حافة الجبل الفوق، إلا أنه سلسلة هذه الجبال كبيرة بزاف، فهما فقط واحد المكان تم سموه ملك سليمان. وين جاي؟ جاي في البنود في دائرة الأبيض سيدة الشيخ في ولاية البيض. يقارنوه بالكور إلا أنه شفتها أنه أكبر وأوسع من الكور وأجمل من الكور. سبحان الله، تسبح الخالق مع هذا الحال اللي راه عظيم في الطابع. يعني القصر بني على ربوة محصرة طبيعية، يقدر تاريخ بنائه ما بين القرنين 13 وال 15 ميلادي على يد قبائل بني عامر الهلالية. رسميين راح ندخلوا في هاولة. واه واه نيجي هاولة القصر جماعة، جاي الفوق على الحافة. علاش كانوا يتحصنوا به من العدو على البهاب هنايا؟ العدو انا ذاك يقولوا كان بلك حل ولا بلك حل ولا بني امران، هذه قبيلة كانت ما كانوا يتحصنوا به. الطاهدة السلطان لك حل، السلطان لك حل. يو اس باي ديزات اللي هي صفحة متخصصة بالتسوق من امريكا جماعة، اي واحد باغي يتسوق حاجة من امريكا حنا نوفروا له هذه الخدمة ونوصلوا له المنتج تاعها حتى الباب البيت. شوفوا الباجة تاعنا في انستغرام وفيسبوك يو اس باي ديزات، وفي المستقبل ان شاء الله راح يكون موقع اللي تقدروا تصفحوا منه وتقدروا تشتروا من جميع المواقع
الأمريكية، فقط ترسلنا رسالة في الخاص رابط أو صورة أو اسم المنتج وحنا نتكفلوا بالباقي، وشعارنا هو أمانتك في أمان وصلتك من الأمريكان. سليح لأنه تدعمونا، لأنه بفضل هذاك الدعم راح نكملوا في الفلوقات. يعني المكان يعني قليل والناس اللي تعرف قليل وين يجوا؟ قليل ما يجوش بكثرة كما نقول رباب تخص. نقول لنا الطريق تاع اسكو كاين طريق تقدر تجيها ولا لازم كاتكات؟ لازم كاتكات لازم كاتكات لازم كاتكات خاطر هذا كاين كيس خدمتها صوندت على رونافور. اها بصح فسدوها ولا فيها طرونديري بزاف فيها الحجاز لا باش تشمها بسلام ما نجمش يتمشى معها. ملك سليمان واحد من الآثار والقصور المنسية فوق أطلال هذه الجبال المهيبة يكاد يندثر بسبب أساساته التي تعرضت كلها للتآكل. في نظري هو مكان يستطيع أن ينعش السياحة في ولاية البيض أكثر وأكثر إذا ما تم الاستثمار فيه بترميمه وفتح طرق مؤدية له. ختاما نقولوا باللي أن الجزائر عندها أماكن اللي تقدر تنافس بها في السياحة العالمية، وهذا ما يجعل الجزائر قارة، لكن للأسف الاستثمار فيها شحيح ويكاد يكون منعدم. إلا أنه كان من أماكن مثل هذا جمع هذا مكان يعني مش يعرفوا بزاف ناس، يعرفوا الغور ما يعرفوش ملك سليمان. ملك سليمان شوف مكان كيما هذا تقدر تدير فيه في الحافة ولا في القمة، ما ندير فيه في Airbnb ولا بوكينغ ولا هاد مواقع تاع لي زوتيل، دير كبسولات هكا تاع زمن وتكتب ليلة في كوكب مارس، يعني تخيش على هذه تجذب سياح. ولا مثلا ثاني حاجه وخت اخرى استثمار وخت اخر صغير بسيط، مثلا واحد يجيب كوستيم تاع واحد فضائي باسكو هذه اللي تعطيك هنايا تعطيك طابيعه تاع انك راك في كوكب اخر، ويجيب معاه اباري فوتو ويصور الناس ويخلص عليهم. هذه افكار بسيطه تاعي انايا متواضعه، لكن كاين مستثمرين اللي عندهم دراهم بزاف يقدروا يستثمروا في هذه. ومن افضل الاماكن اللي تقدر تستثمر فيها البيض، عندها اماكن ماشي وطنيه اماكن عالميه يا جماعه عالميه. واحد قال لي جواد نجي نشوف الحجر، الا انه كلامه فيه بعض الصحه، لكن ارواحوا شوفوا يعني هذاك المنظر هذيك الدهشه اللي تجيك هذيك 5 دقائق الاولى كي تشوف مناظر عظيمه كيما هذيك يكفي. الا انه لازم يكون نشاطات ثاني، مثلا تخيلوا ليكواد هنا في ملك سليمان يتمشوا، حاجه روعه، منظر عظيم والله لا منظر عظيم جماعه. وصلنا طريقنا لولايه النعامه، لكن قبل هذا توقفنا في مدينه بوسمغون لزياره واحد من اكبر القصور في المنطقه. راك في اكبر قصر واقدم، راك في 17 قرن ونص، يعني تعاود تولي قدام لي سابط القرن ونص، ولا السيرفاس نتاعه 1 كيلومتر 45 متر كاري، اكبر قصر واقدم. ولو سيل القصر اللي كان يدير الدوزيام ايطاج هذا هو، وكان البنيه تاعه بلي بالمي يعني غير بالنخله السقف، والبنيه نتاعه بالتلاخت يعني تلاخت بالامازيغيه هي الطين، والخدمه كانت غير بالنخله. النخلة كانت كل شيء، يسقف بها، يدير بها الباب، يتسخن بها، يطيب بها، يأكل بها. والمعنى العربي اللي يقول لك بلاد النخلة عمرها ما تخلى. ما عندكم قاعدة تاني وخت أخرى هنا في القصر؟ هاي لا ما شاء الله، شوفوا المائدة تاع الصغار. في كل ولاية تبدل ثقافة، يتبدل ديزاين، يتبدل الأرشيتيك، يعني ما لا نهاية. يعني ما تخف هذا القصر من كانوا يسكنوه القبائل جماعة، هو للبربر. اه صحيح لا ضوء. اكثر من 7 قرون خلت وما زال هذا الصرح الديني شاهدا وشامخا ومتحديا الزمن في لوحه حضاريه ضاربه في القدم هنا في بوسمغون بالبيض. المسجد كان في وقت سابق قبلة للعلماء مثل أمثال الشيخ العلامة سيدي عبد القادر بن محمد سيدي الشيخ وسيدي أحمد التيجاني. مازال قاعد بنفس الديزاين تاع الفتوحات الإسلامية؟ هذا غير هذا تاع اسم الله الحسنى اللي عودنا له. وشكل المسجد العتيق الذي يقع في وسط هذا القصر والذي يعد تحفة معمارية مميزة، فقد كان يعيش فيه عدد من القبائل متقاربة النسب جماعة، فهو مكان لاستقطاب وتوحيد سكان القصر انذاك. كيفاش كان لو سيستيم تاعهم باش كيجي انضيف هنايا؟ قد جي عندي كاين مزر هنايا، كان واحد اسمه مزر هو اللي يتكلف بالضيافه، انت تامره تقول له ودي فوالا راني جاي عند السي الحاج، ويجي امرني في الدار يقول لي فلان جاي من وهران، يعني ها فلان ها كيسموه، اسكو تستقبله ولا ما تستقبلهش؟ الا قلت له اوكي هو يجي يجيبك للدار، يجيبك للدار ديريكت، ما تقعدش الدور هنايا، خاطر حنا كنا اين فامي وحده، كنا غير عائله وحده، ما كانش الباب تبلع ولا، ونعرفوا كاع بعضنا، وحاجه اللي تصرى فيك كيش وصلت فينا كاع،
واحد عنده نعطيك نيكزوم، واحد عنده بقرة، كي شغل تاعنا ماشي غير بابك قلب خير عليه يعني غير تتشرب الحليب ولا تشرب اللبن ولا الزبدة، كاع عندو كاع تمثلينا والفلاحة، قال انت عندك العنب وانا عندي الخوخ، هذاك عنده المشمش، بون انا تعطيني العنب وانا نعطيك المشمش، مول المشمش يعطي الدفع، وهي رايحه كانت تبادل، كان لا دراهم لا والو. حنا هذا البيع تاع البن وهذا الاخر كاع ما كانش هنايا، كانت كي شغل عيب هنا باش بيع اللبن. لا شك ان الحديث على الجانب الاثري والمعماري تاع قصر بوسبغون مهم، لكن الاهم انا بنظري الحديث على المسجد، المسجد تاع القصر بوسبغون اللي لعب شغل كان مؤسسه دينيه في الاصلاح، وهذا المسجد كما قال لك موجود منذ الفتوحات الاسلاميه. شوف سبحان الله. وما يمكنش ان نكملوا الزياره تاع قصر بوسمغون بدون ما نزوروا الواحه الخضراء، يعني واحه النخيل هاي خلفنا تماما، يعني العديد من اشجار النخيل يعطي واحد الرونق واحد الهدوء واحد الجمال، والتي يتجاوز عددها 4000 شجره نخيل. وحنا نتمنوا الخير للجزائر، وهذا إيرت كاع الجزائريين، حنا درنا اللي علينا اللي قدرنا عليها، حينا التراث. بعد ما اكتشفنا القصر وصلنا دربنا وطريقنا الى ولايه أنعام، وبالتحديد في بلديه عسله حمام عين ورقه. هذا الحمام والمكان عنده واحد الجمال واحد الرونق واحد الطابع فريد من نوعه، موجود في وسط الجبال الملونه اللي يقولوا انه سبب هذه الالوان هي المعادن الكثيره الموجوده داخلها. ليس هذا وفقط، مياهه المعدنية فيها العديد من الفوائد. حطينا الرحال في ولاية النعامة، رانا في فندق البركة راح نقعدوا فيه، وماش معروفة يعني هذه المنطقة حمام ورقة، رانا في حمام ورقة، فبسم الله راح نروحوا للشمرة. نجمع دخلنا الفندق، شوفوا للإطلالة تاع الفندق ما شاء الله، شوفوا السياحة هنا، قلت لك سياحة، شوفوا المناظر الجبلية يا جماعة، وتحس باللي كان يعني ماشي فقط تجي تحمم هنايا، كنت فكره مغلوطه عني اني نجي تحمم، رغم انه الحمام هنا فيه بزاف فوائد ونقول لكم عليه كاع ونروحوا الحمام مع بعض، لكن المناظر جماعه هنايا ما شاء الله، واحد المناظر جبليه ما شاء الله، اوتيل كبير هذا بزاف، فيه بالك مانيش عارف ما لا نهايه من لي شومبر. الفندق هو الاستثمار الوحيد في هذه المنطقه للاسف. رانا الناس عوصه مستثمر في قرية ورقة، ماهيش بلدية ورقة، قرية ورقة لأنها قرية، إنسان اللي استثمر فيها بصعوبة، والحمد لله مستثمر حقيقي، ما ديت لا على الدولة ولا على أحد. حمام عين ورقة معلم سياحي واقتصادي يستغيث، يبحث عن التنمية والاهتمام مقارنة بالحمامات الطبيعية الموجودة في الجزائر. نقص كبير في الهياكل والمرافق العامة. حاج وراك داينا، ورانا رايحين الان للملح. هاي بسم الله. باش نفهموا اكثر لماذا الاقتصاد راكد في هذه المنطقه وتجاهل المستثمرين لاكثر انواع السياحه رواجا، السياحه الطبيه والحمويه، رافقنا المستثمر الوحيد في مجال فندق صاحب فندق البركه وحكى لنا. هذه فيها بركه، شو هذه تعرف العين هذيك ساريه فيها البرد والحامي، هذه حاميه ما حاميه صح؟ صح، من هي بارده، من هي بارده صح. شوف سبحان الله، ويقولوا لها الشافيه هكا، دي شافيه ومبروكه هذا الجو. وهذه على بالك باللي كاين ناس يكونوا مرضى من الكلام، واه يشربوا من هاي ريح سبحان الله، هذا كلهم يسموهم شافي، كلهم شافيه، كلهم شافي هاش هذا جماعه جوا ناس جميع الامراض اللي يداوي هذا اولا الماء المعدني هذا، فالناس ما تفهمش مين جاي. جاي من الجبل، من الشماريخ، من الجبال، جبل الشماريخ. على ارتفاع 1672 متر يقع جبل الشماريخ بولاية النعام، الذي يعتبر مخزن للمياه الطبيعية والينابيع التي لا تنضب على مر العصور. فعلا الجبل اللي راه موراي يقول جبال الشماريخ، يعني جبال الشاحق. مباشرة كي شفته تفكرت مباشرة جبال مكة، ماشي فقط تجو فقط من اجل الحمام. شوف الطبيعة، الحمام ورقة راقي هنا ماشي بعيدة، شوف الطبيعة، شوف الجبال هذه الخضراء، شوف الطبيعة على مد البصر ما شاء الله. صح، شان زيدكم؟ عندي ما زيدكم، عندي مشور. وي يا ودي طاحت طاحت. والإنسان اللي يجي هنا كاين اللي يوصل 21 يوم يجي باراليزي كاع ما يتمشاش، صح ما يمشي يتمشى.
الله. قدرة مولانا سبحان الله. كاين من 14 ل 21. اللي بغاو يجوا كيما يجوا الحمام واخا. ان شاء الله. طب. ان شاء الله. فيه واحد الطب، فيه واحد الحكمة. اللي يقعد في الحمام يكتشف ديك الحكمة هذه. بصح دروك باش 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 غير تجي نهار ولا ما ينفعكش الحمام. اه صحا. نهار واحد ما ينفعكش الحمام. صحا. على الأقل على الأقل على الأقل مازال 15 يوم. آه. المفاصل نتاعك يداوي مخير. وينصحوا به الأطباء اللي ينصحوا به؟ يقول لك حمام ورقة. أنا قلت لك الرقبة نتاعي ما كنتش نقدر نطوي الرجل نتاعي. تروح مريقل. يمشي ما شاء الله، ديك الليلة اللي نتحمم فيها هي في الليل بعث راجل مرتاح. هذا اللي يقبل عليه غير في الصيف كيما هكذا تسمى شوية اللي راه شوية ناقص. سير. ما هي مات آخر الربع ما تلقاش البلاصتك ما تقدرش. آه. ما تنجمش تقعد هنا كاع. بصح كاينة حاجة واحدة نطلب من هاد السلطات هذه نتاع نتاع البلاد هذه هنايا. تعتني زعما بالديار هكذا وتزيد توسع توسيع زعما في الحمام زعما باش الناس باش الناس زعما خطرات وين 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 نجو خطرات هنايا. لاشين تقول لك يعطيك التيكين تاع 240 250 اه دي فوا بلاشين لاشين بزاف صح اه سمك السبطه تقول راه مهتمه بهذا هذا الجانب هذا توسع شويه الحمام ان شاء الله ان شاء الله يكون عليه يقبل اكثر ها ولا المدخل تاع الحمام يعني اهم حاجه اهم حاجه واهم نقطه انه لازم يديروا له توسيعه تحس كانه حمام يعني تحي صغير بزاف جماعه شوف كاين منا كاين هادو اللي يدوش هنايا الفرديه هادو اللي يدوش هنايا واحد 4 ولا 5 جماعيه تجمع هذا شكل الدوش ولا الحمام يعني فيه دروج هنا صغير باسان كي لابيسين صغيرة والماء المعدني منه هذا الفردي اللي راني فيه وكاين الجماعي اللي كبير عليه شوية هالا صغير هالا وتدخل هنا تخليه يتعمر وتدخل كير هو شفاء جمع هذا الماء مياه معدنية لمن ينفع الحمام هذا أنا كي مشيت باش نجيب ليتي تاع ورقة ما لقيتهاش بصح لقيت لارشيف تاع فرنسا 1901 ينفع ل 17 مرض ولكن أنا اللي نحاس عليه نتاع العظام نتاع الحب نتاع الجرح هذا اللي نحاس عليه الآخرين والروماتيز الآخرين مانيش حاس عليه يعني الوثيقة من بعد راني علقها في الريسبسيون تاعي اللي جا شوف اللي ينفع وكان والحمام كاين تاع نساء ورجال تاع نساء ورجال كان زميرك حممت كان زمير حممت وقعد لي وقعد لي بغيت حتى الدوخ والحاج وهذا المنظر هذا مجانا باطل مجانا باطل احبي مجانا تنظر فيه باطل ها ها ما شاء الله الخيرات الخيرات وتشوف للطبيعه كل صفه كان مثلا الروج كان مش عارف واش كان كل الالوان صح الالوان صحيح الالوان هذه من عند مولانا سبحانه ولكن هي تقول معادن ما انك مستثمر يعني كاين العديد من الافكار باش هذيك البلاصه تستثمر فيها شو العراقيل اللي تسرق هنا علاش الاستثمار ناقص في الاماكن السياحيه المشكل ليس فقط انه لا يوجد استثمارات وانما لا يوجد متابعه للمنشات مثلا هذه المنازل الجميله الموجوده في قلب الجبال مهجوره من زمان وبذلك يبقى الفندق هو الملجا الوحيد للسياح على غرار الناس اللي تاجر منازلها ايضا كانوا عند الناس لو كان يجي يخدم الحمام هذا ولا يبلعوه ولا كذا الناس ما صاي تمشي لواحد الطريق واحد اخر اللي ما يعرفوهاش صحا وهي راه ذي منطقه نتاع عبور ما بين الابيض ما بين بوسونغون ما بين عين صفراء لو يريدوا الحمام واش يستثمر بالمال تاعه يعني يليق له علاش واش يليق له في المناطق هذه اللي رانا فيهم حنا درك اما المناطق الكبرى والعواصم الكبرى يعني يجيك منها با ودبا وكلش. بصح حنا بالصعوبة، صعوبة كبيرة. وين تكمن يعني الصعوبة؟ لأن يعني الناس ماهوش عارفين ذي المنطقة، ماهوش شايفينها، وماهوش دايرين لها إشهار لي. انتحار ريسك، راك داخل. داخل منهم أنا. لا إن شاء الله إن شاء الله ربي. داخل ريسك. صح.
سمى التعريف بالمناطق ما كانش. المنطقة هذه المستثمر يكون التشجيع من طرف الدولة، صح. تشجيع باش يبادر الدولة، قاعد غير واحدة يباطيني ما نجمش. تشجيع من ناحية المادة ولا المادة سبحان الله، جيب لي مثلا كان جيب لي السواح مثلا من دول تعتني بي وانا اسبق مثلا مانيش على نفسي، المستثمر اللي جينا يعني هو من الأوائل، صح. لأن رجع في منطقة نائية ومنطقة ما فيها والو، ولكن الحمد لله تعبنا ونخلف مولانا. باسم الجمعية متعة الجزائر للسياحة والتخييم والجمعية الوطنية يكون الجزائر لولاية البيض، مؤخرا حلينا سيت جديد اللي هو عندك زوج ولايات زورهم في يومين، عندك سيكتير تاع منا، عندك بسمغون، عندك حمام ورقة، عندك تيوت وعندك عين صفرة، وعندك نهار الدوزيام عندك محمية الغازال، كاين محمية الغازال، كاين سيد الحاج الدين، كاين واحد بريزينا، كاين سد بريزينا، وكاين قصر بنت الخص، وكاين جبال القور. هذا البروغرام حنا حضر عنده من 2017 من اللي بدينا فيه منا، كل 2019 بدات الامور توضح منا، بصح ما كانش حاجه من الدوله، نورمالمون كيما هذه بلاصه كيما الله يبارك، كيما رانا في حمام ورقه رانا متواجدين لوتي الله يبارك، نورمالمون كي تدخل له راسك هو الانسان في روحه يريح، بصح حنا كاين ناقص بزاف من ناحيه الدوله. قلت لك كاين بزاف معادن هنا في الجبال هذه، ياسر هي كبيره. انا واحد يقول لي قاعد يخبر في هذيك النهار قال لي حتى الدياموت تلقى في جبل الملك، كاينه قال لي الدياموت شفته من جبل الملك، كاين بيدي كلش، احنا ما كناش عارفين كاع الحيه، الناس كانت تجدي هنا في اسم هذه الحاجه تاع الملح، راه جايبه الملح من جبل الملح هكا، راه جايه مش عارف سرجيه ولا كيشوفوها. او قوي لاباس والله، ايه هاو كيف والله نفعت امين يا بنت لاباس، هاي هاني عافي ماك جاي مليح ما عاودي، ها جاي واحد جاي على الجل وجاي على الخلاص خيرات شديك الابتسام الله يبارك. طريقة الملح كيفاه هي؟ طريقة الملح مساكين تشوف فيهم يحفروا بالبالا والفاس ويجبدوا الملح، راكم تشوف هذو كلهم حفير تاع الناس هذو المساكين، ها راك تشوف فيه وراني نشوف هذاك تاع الملح هكا، ايوه هذا هو جوج كي الخنادق هكا كي الخنادق كيما شو جماعه. هذه اغراض الناس اللي تجي هنايا باش تقلع الملح، شوف هاي لهنايا، والملح عاده يقلعوه من هذو هذا الشق هذا، فعرف بلي كاين الملح، وهنا الابيض ثاني يبين لك بلي كاين الملح، فهنا يجوا يحفروا الفاس ويقلعوا. من استثمار مهجور وسط عين ورقه إلى استثمار مشابه في منطقة نائية بعيدة عن كل شيء في حافة الجبل، لكن هذه المرة الإطلال على البحر بالتحديد في عين تموشنت. الاستثمار هنا يعتبر انتحار، لكن التحدي كان كبير وهو إنشاء قرية سياحية بمواصفات عالمية، فلما يجي السائح هنا لا يحتاج أي شيء خارج هذه القرية. نشهد في الآونة الأخيرة نهضة سياحية كبيرة في الجزائر، وأصبح القطاع اليوم قطاع يجذب كثير من المستثمرين، وهذا القطاع من بين الأولويات تاعو أنه الزبون الجزائري اليوم أصبح يستهلك جزائري. هذه الرسالة مخصصة للمستثمرين أنه اليوم الاستثمار في الجانب السياحي أصبح مربحا بطريقة كبيرة، لأنه الآن الزبون الجزائري أصبح يثق في السياحة الجزائرية ويثق في المركبات السياحة الجزائرية. المركبات السياحية الآن والمنتجعات السياحية في تطور ملحوظ،
والخدمات في تطور أيضا ملحوظ، والزبون أصبح يواكب هذه التطورات وأصبح يتماشى ويستهلك السياحة الجزائرية. لذا الاستثمار اليوم أصبح مهم جدا، ومن بين أولوياتنا اليوم وأولويات الدولة الجزائرية. محاولة فرق الصباح هذا المنظر، تدير ماتش هنا أنت وصحابك. وصلنا إلى المطعم. تفضلي. بسم الله. واش هل عندهم هادو البيوت تاع العصافير وتسمع زقزقة العصافير في كل مكان؟ شوف هذا الزاوية، شوف يعني هذه الحاجة عجبتني بزاف، وفكرة ما شاء الله جميلة جدا. مع هذا الفيلاج يعطيك واحد الطابع، تحس كأنك في أمريكا، والله اللي تحس كأنك في أمريكا. شوفوا هنا، تحس كأنه هادو فاميلي هاوس، وعندهم كاع عندهم إطلالة هنايا، كل جاردن صغير، وكاين العديد من البيوت. يا لي دي بتي شالي، شوف عندهم شومبرا هنايا، تلفزيون، عندهم تاني هنايا للأطفال. والآن هادو تاع زوج فقط، شومبرا تاع زوج، هذا الديزاين تاعها. عندكم هذه الشومبرا اللي وريتكم قبل قليل، يقدروا يحلوا لكم هذا الباب باش يولي عندكم دو شومبر في شومبرا واحدة في المصلى في القرية السياحية. إذن واش عندكم في الصفا؟ عندكم هذه قاعة الانتظار، يعني كي تخرجوا من الحمام عندكم هنا ريسبسيون، عندكم هنا قاعة تجميل هذه نسائية. وكون نروحوا مباشرة لبنا راح نلقوا الحمام، داروه جديد، حمام واسع ما شاء الله. ها ولا شوف حمام شعر كبير. وهنا يجي دوري دورك، مسؤولتي ومسؤوليتك باش نشروا الفيديو ونعرفوا بالجزائر احسن تعريف. كبيره ما شاء الله. ثاني انت هنا ليس في الماتشو بيتشو، بتشوفوا مساحه خضراء، انت فقط مساحه خضراء في قريه صغيره بعين الورقه، يعني هذا المكان جبال سبحان الله تديكونيكت كاع من العالم الخارجي، موجوده في طبيعه عذراء، وتقعد في هذه القريه لكن الا قليلا من الناس اللي تجيب السيارات. وهنا يجي دور الاشهار والتشهير بالمناطق السياحيه، يعني وياتي دور الدوله بتخصيص مبالغ ماليه فقط في الاشهارات السياحيه. عندك شواطئ تقدر تزورهم. سمع العصافير تقدر اليوم. من بين ميزات دوريان بيتش كلوب أنها في شراكة مع المركب مع الحظيرة المائية كنزي ديفيرتيسمون. هذه الحظيرة المائية هي من أحدث وأكبر الحظائر المائية في الجزائر، وكل سنة يوجد فيه إضافة إلى سعة الاستيعاب وإضافة إلى ألعاب جديدة. في هذه السنة استطعنا أن نضيف لعبة جديدة أو مركب جديد يصل ارتفاعه إلى أكثر من 20 متر، يتوفر على خدمات رائدة وحديثة جدا. وعلاش سميت بالقرية السياحية؟ لأنه تتوفر على كل ملاعب، ملعب لكرة القدم، ملعب لكرة السلة، وملعب كذلك تنس. كذلك تتوفر على عدة مطاعم مختلفة. كذلك أنه المركب السياحي يتوفر على سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وطبيب وممرض متواجدون طول الفترة الصيفية. وكذلك يوجد عيادة متخصصة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية. المركب السياحي يتوفر على شاطئ خاص بغروب شمس، أظن أنه من أجمل المناظر التي يمكن أن يجدها الزبون في الجزائر. ويوجد في القرية السياحية هذه أكثر من 1100 سرير، إضافة إلى فندق بناوه جديد في أكثر من 90 غرفة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، علاش ما نشوفوش استثمارات عديدة في الجزائر كهذه؟ يعني يعدون على الأصابع، القرى السياحية هنا في الجزائر يعدون على الأصابع، شول العراقيل، شول المشاكل، شول الحاجة اللي تخلي المستثمر يخاف أنه يستثمر في منشآت كما هذه. القطاع السياحي أنه ما كان حتى ما كان في العالم اليوم، والاستثمار السياحي يكون بالأموال الخاصة. طريقة التمويل البنكي طريقة خاطئة، لأنه يفرض اليوم على المستثمر أنه يأخذ قروض بنسب فوائد كبيرة. إذا ديت قرض نسبة الفوائد تتعدى 5-6%. الفجوة هذه خلت أن المستثمر يخاف، لأنه الاستثمار في المجال السياحي يأخذ سنوات عديدة باش يقدر الواحد يبدأ يستغل، لأنه فيه البناء
فيه مركبات، فيه 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 عدة أجهزة وتجهيزات مكلفة جدا باش تقدر تكون نورم، باش تقدر تكون في النورم. وتانيك المدة المخصصة للتسديد مدة قصيرة جدا، 5 سنين. في 5 سنوات ما كاش مستثمر يقدر يرد دراهم يبني منتج سياحي ويرد دراهم في 5 سنين، مستحيل. المدة يلزم تكون على الأقل بين 10 إلى 15 سنة باش يقدر المستثمر. سي دي زانفيستيسمون ا لون تيرم. والمشكل تانيك أنه في العقار السياحي، العقار السياحي اليوم ما روش متوفر بهذه السهولة. المستثمرين كيسحقوا العقار السياحي يلزم يصيبوا سهولة، والدولة تعطي تشجيعات أكثر في ميدان السياحة باش تخلي الناس يخدموا في السياحة. العمل مع مغتربين جزائريين مختصين في السياحة، مستثمرين في الخارج. نروح عند المستثمر في الخارج ونحاول معه ونتكلم معه ونقنعه كما نقنع رياضي بنفس الطريقة باش يجي للجزائر. في تركيا ولا يخصوا دي بيوجي سبيسيال لا كومونيكاسيون، يعاونوا فيها المركبات السياحية باش تروج. يلزم الترويج اليوم هذا الجزائري المغترب اللي عايش في وتاني كاين عندنا قوة سياحية كبيرة اللي ماهيش مستغلة. صح، المغتربين على سبيل المثال، المغتربين على سبيل المثال يلزم نروجوا لهم بطريقة خاصة وندير لهم دي سبوت بيبليسيتير خاصين في بلادهم باش يجوا يروجوا للسياحة. أنا نشوف في أورونيوز، نشوف في عدة دي بيبليسيتي على المروك، على تونس، ما نشوفش على الجزائر، وكأنه ماشي محتاجين هاد السياحة. واحد من الأسباب الكبيرة من تخليش السياحة أنها تتطور في الجزائر هو صعوبة الحصول على الفيزا. فيزا، نظام تاع الفيزا معقد شوية للأجانب، ما يسمحش للأجانب باش يجيبوا بطريقة سهلة وبطريقة سلسة. كيفاش نقدروا اليوم نتحوسوا على الزبون الأجنبي وهو باش يدير فيزا يلزم يضرب شهرين ولا 3 شهور باش يجي؟ مستحيل. هذا العناء هذا ما عندوش في تونس وما عندوش في المروك، يدي باسبور تاعو يدخل مباشرة. حنا معقدة شوية الأمور، هذه وحدة. يا سيدي خلينا من جانب الفيزا جانب سياسي. بصح المغتربين الجزائريين اليوم لازم نروجوا للسياحة تاعنا. حنا الدولة الجزائرية لازم تساهم في ترويج المركبات السياحية الجزائرية. راح تولي الشركة، يعني هي السياحة راح تولي بحد ذاتها هذه قرية سياحية أنا نشوفها الشركة اللي تخدم الجزائريين والعديد من الخدمة. رغم هنا يوجد هنا حوالي 300 عامل. أنه في آخر المطاف أنا المنتجات نشريهم من الجزائر، التجهيزات نشريهم من الجزائر، لي زامبو تاعي ديكلاريهم في الجزائر، والخدامين تاعي بالجزائر، كي يجيو الدراهم كلش لي زامبو تاعي نخلصهم في الجزائر. كاش وما عندناش استثمار واحد اخر من غير الجزائر. ها تاع البلاد هذه هنايا تعتني بلي لازم تخدم الديار هكذا وتزيد توسع. بسم الله، عندك حمام ورقه وعندك زيت وعندك عين صفراء وعندك نار دير. ولكن الحمد لله تعبنا وخلفنا. بعد العربي اللي يقول لك بلاد الخدع عمرها ما تخلف كاع حتى كيما هذه سلسله وحده. سلسله وحده، سلسله وحده. اه ما شاء الله، ماشي حتى النصيب لها مغسل. علاش الجزائر قارة؟ الجزائر قارة بتنوع السياحة تاعها من ولاية إلى أخرى. ما عندناش السياحة واحدة فقط، يعني السياحة تاع طبيعة ولا لا. عندنا تاني السياحة الطبية، وهذه تنعد السياحة الطبية غادي تجي تحمم باش هذيك المعادن اللي في الماء مثل الكبريت وكاع راح تفيد الجسم تاعك وتفيد لك عديد من الأمراض. فهذه تنعد السياحة الطبية اللي تعاون بزاف. فها علاش الجزائر قارة؟ الجزائر قارة بثرواتها وبتنوع السياحة فيها. ما كاين سياحة تاع الطابع واحد فقط، العديد من انواع السياحه. وقعدوا معنا وما تنسوش الهاشتاغ علاش الجزائر قاره، نشروه في كل مكان حتى نبينوا باللي للعالم باللي صح حنا قاره. سلام.